بعد صدور أغنية انتهى للفنانة بلقيس فتحي، عبر زوج بلقيس المخلوع سلطان عن أنه يأكل إصبعه ربما ندامة. إصبعي أجلس أنتف فيه لين يطلع الدم، ما ماني قادر يعني أبطل هذه العادة، حتى أنا معاكم دهن جلسنا فيعني غطيته ماني قادر أبعد عنه. ف ايش الحل؟ اني ابغى احد يعطيني حل في صباعي ذا. وتقول اغنيات بلقيس الجديده الموجهه الى زوجها سلطان عبد اللطيف: راح، مفروض اعاني من جراح، بالعكس احس بارتياح، ليتو من اول ما ابتعد، فوق البال ما صدق يروق، ما فيني حتى ذره شوق، مو مثل ما كنت أعتقد، انتهى، لا أحبه لا أكرهه، قلبي معي له وحبني بدونه حيل، ولو علي ما يطري هم علي، ولو ما في غيره حي أرجع له مستحيل، نفرض تركني بلا سبب، الحب مو غصب، مو كل نبيه نلقى السعادة فيه.